وسهلا حياكم الله. هلا والله، هلا والله، حياكم الله. استريحوا استريحوا. هلا والله، حياك الله. كيف الحال؟ اهلين وسهلين، كيف حالكم؟ شو الاخبار؟ طيبين ان شاء الله؟ الله يسلمك ان شاء الله. هلا والله، حياكم. تفضل. كيف الحال؟ والله بخير، الله يسلمك. اخباركم طيبين ان شاء الله؟ الله يسلمك. نورك نورك يا عزيزي. حياكم الله جميعا، نرحب فيكم جميعا في فقرتكم، فقرة دروب. طبعا الدروب راح تكون فقرة أسبوعية، كل أسبوع يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب راح تكون خاصة بالمهارات الشخصية. راح تأخذون فيها مهارات تسقل شخصيتكم، تسقل الكاريزما لشخصياتكم إعلاميا، وراح تتقيمون عليه. لازم تركزون معانا شوي، بتعبكم أنا، تحملوني. ها الله يحفظك إن شاء الله. سلام ورحمة الله. هلا والله، حياكم الله إن شاء الله. تفضلوا تفضلوا يا شباب. طيب، أول شيء أعرفكم بنفسي، أخوكم أحمد الملا، مستشفى عليك زود، مستشار في العلاقات ومهارات وأساليب الحياة. راح أكون معاكم إن شاء الله اليوم، نعطيكم مهارة بسيطة كذا، مهارة لغة الجسد. طبعا نرحب بجميع السادة مشاهدين، الأخوة والأخوات، ونذكر أن هذه المهارة ليست للمتسابقين فقط، أنتم أيضا راح تستفيدون منها كثير. وأتمنى المشاهدين والمشاهدات يشاركون معنا في هاشتاج جنتل 10، ويعطونا إذا في أسئلة، في ملاحظات، في أي شيء نقدر نتجاوب معه. طبعا نذكر الجميع بوقف كفالة اليتيم مع جمعية رؤوم. وقف كفالة اليتيم بمكة لصالح جمعية رؤوم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. جميل. طيب، أول شيء أنا عرفتكم عن نفسي صح؟ أبغى كل واحد يقول لي اسمع السريع. ماجد بن نايف. والنعم. تركبتين. والنعم. 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 اللي مايته ميوك ميوت المايك عنده يتأكدوا عليه. شباب تفضل. والنعم. إرشاد طاحوس. والنعم. عبد الله المري. والنعم. والنعم. سلطان الواحد. والنعم. عبد الله الحاط. والنعم. عزيز رباح. والنعم. مرحبا بكم جميعا. طيب، تلاحظتوا يمكن أنكم تعرفون بعض، بس أبغى لو تقييم سريع فينا. سلام ورحمة الله. هلا والله، حياك الله. الله يسلمك إن شاء الله، حياك. تفضل. هناك البعض عرف عن نفسه كذا بشكل سريع، أو قال الاسم، تحس إنه مو متفاعل، كأنه ما له خلق. أنا كذا جاني